مبروك مبروك يا الحباب، مبروك وشكرا شكرا بزاف بزاف على الدعوات. الحمد لله رب العالمين، انصفنا وشرفنا يعني الأطر الوطنية المغربية. الحمد لله أن أبناء الوطن استطعوا أنهم يدخلوا الأردن للتاريخ. أول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية المنتخب يصل نصف النهائي، إنجاز غير مسبوق ساهم فيه الكل. وشكرا للمساندة والدعم للجمهور الأردني في هذه المباراة وطيلة المنافسة. شكرا لكل من دعا معنا بالتوفيق، شكرا لكل من أحبنا وأحببناه، شكرا على مجهودات اللاعبين والأطقم التقنية والإدارية والطبية. أتمنى إن شاء الله أن القصة تستمر، والأفراح هنا بقطر صراحة تذكرنا بأفراح المنتخب المغربي في كأس العالم. الحمد لله أبناء المغرب يتألقون، يجتهدون، يقاومون ويعطون الدروس والعبر على أن التفاني في العمل والإخلاص وحسن النوايا تعطي النتائج بتوفيق من رب العالمين. أتمنى لكم أحبابي الكرام صحة وسلامة وعافية ومزيدا من الدعوات حتى نصل للحلم إن شاء الله. السلام عليكم من هنا.